خطير قد يغير من معادلة القوى في منطقة الشرق الأوسط. شنت القوات الإسرائيلية هجوما واسعا على مقر لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مستهدفة مواقع حيوية بدقة بالغة. هذا التصعيد المفاجئ يأتي في وقت حساس للغاية، مما يثير تساؤلات حول تداعياته المحتملة على الساحة الإقليمية والدولية، حيث تجمع وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن هذا الهجوم سيعيد رسم الخريطة السياسية والأمنية للمنطقة برمتها. أيضا مشاهدينا الكرام، أصدر حزب الله اللبناني بيانا يرد فيه على أنباء اغتيال أمينه العام حسن نصر الله ومساعديه خلال الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت أو لبيروت، وأضاف الحزب أن التصريحات بشأن مقتل حسن نصر الله لا صحة لها دون ذكر مزيد من التفاصيل. كانت غارة إسرائيلية أيضا عنيفة على مقر قيادة حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، قد دمرت 6 بنايات تماما. وعلى وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب، قال المصدر لوكالة فرانس بريس إن 6 بنايات سويت تماما بالأرض بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف المقر الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية، وتردد دوي الانفجارات الضخمة في أرجاء العاصمة وفي محيطها. هياها قدامي، هياها هياها صاب المخيمات هون على هيدا على العاملين مخيم البرج. هياها هون ما مبين شي هون. جناح لك يا حسن، هلا ضربوا ورا مستشفى الزهراء. هياها قدامي، هياها هياها. في الأثناء ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات على مقر لحزب الله في الضاحية الجنوبية، تردد صداها في العاصمة ومحيطها. على وفق صحفي وكالة فرانس بريس، بثت وسائل إعلام محلية مشاهد مباشرة أظهرت أعمدة الدخان تتصاعد من مواقع عدة في الضاحية الجنوبية.